أسعدتم أوقاتا بكل الخير. أنتم تتابعون حلقة جديدة من برنامج استوديو اليرموك. أصدرت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية اليوم قرارها المتضمن قبول الاستئناف المقدم من قبل نقابة المعلمين الأردنيين وفسخ قرار محكمة جزاء عمان الصادر بتاريخ 31 من كانون الأول عام 2020، والمتضمن حل نقابة المعلمين والحكم بوقف ملاحقتها عن جميع الجرائم المسندة لها كونها من أشخاص القانون العام. وفي الوقت ذاته أيضاً قررت المحكمة تأييد القرار القاضي بحل مجلس النقابة والهيئة المركزية وهيئة الفروع. الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين نور الدين نديم قال في تصريحات صحفية اليوم إنه لا يوجد أي توجه أو اتفاق على خطوة مستقبلية، وبانتظار اتضاح الصورة النهائية. وإزاء هذا نتساءل، هل حسم القرار القضائي أمر إنهاء الجسم النقابي الحالي لنقابة المعلمين الأردنيين؟ نناقش في الجزء الأول من حلقة الليلة القرار القضائي الصادر بحق نقابة المعلمين. نرحب في هذا الجزء بالمستشار القانوني لنقابة المعلمين الأستاذ المحامي بسام فريحات. مساء الخير أستاذ بسام. مساء النور لك أخي الكريم ولكل السادة المشاهدين. أستاذ بسام، فقد دعنا نذكر السادة المشاهدين بالمسار القانوني الذي مر به مجلس نقابة المعلمين الحالي. نعم، يعني هذه القضية الآن الحكم الصادر في هذا اليوم هو حكم محكمة الاستئناف. نعم. إذن سبق لمحكمة صلح جزاء عمان أن أصدرت قرارا متعلق في هذا الموضوع، قضت بحل نقابة المعلمين، حل النقابة كاملة. نعم. وإدانة أعضائها والحكم عليهم بالحبس لمدة سنة، وأسندت لهم في ذلك أربع جرائم. في هذا اليوم، في القرار الذي صدر في هذا اليوم، محكمة الاستئناف ألغت قرار حل نقابة المعلمين وأبقت على قرار حل مجلس النقابة وهيئات الفروع، ثم أعلنت عدم مسؤولية أعضاء المجلس عن جرمين من الجرائم المسندة وأدانتهم بجرمين آخرين وقضت بحبسهم لمدة سنة، وباستخدامها للأسباب التخفيفية خففت الحكم من سنة إلى 3 أشهر. هذا ملخص ما حدث في هذا اليوم من النواحي القضائية. ولكن ماذا يعني أن يتم حل مجلس النقابة بينما يتم الإبقاء على النقابة؟ دعنا نوضحها للسادة. نعم. المشاهدين، هناك فرق في هذا. نعم. هناك فرق. حل النقابة يجب أن نرجع خطوة للوراء ونقول كيف تنشأ النقابة. النقابات في الأردن على نوعين، هناك نقابات مهنية تنشأ بموجب قانون مثل نعم. نقابة المحامين، نقابة الأطباء، الأطباء الأسنان، المهندسين، المهندسين الزراعيين. نعم. وكذلك المعلمين. ما الفرق؟ هذه تنشأ أولاً بموجب قانون يصدر من كافة مراحل الدستورية، وتعنى بشأن عام، ولها قانون خاص فيها ينظم عملها وأحكامها، كيفية إنشائها وكيفية إنهائها، وبالتالي هي منشأة بموجب قانون، لا يمكن أن تلغى أو تحل إلا إذا ألغي هذا القانون. هذا الصنف الأول من النقابات. والنوع الآخر أو الصنف الثاني هو النقابات العمالية أو النقابات التي تنشأ بموجب قرار، سواء كان قرار صادر من وزير العمل تعنى بأمور العمل أو فئات معينة من الناس. هذه تنشأ بموجب قرارات إدارية ويحكمها أنظمة داخلية لها. هذه ممكن أن تحل بموجب قرارات صادرة سواء كان من القضاء أو من جهة الإدارة، بينما الحال الأولى والتي منها نقابة المعلمين لا يمكن أن تحل إلا بقرار من المجلس التشريعي من مجلس النواب بإلغاء القانون التي أنشئت بموجبه، فبالتالي هكذا تحل. هذا بالنسبة لحل النقابة بشكل عام. ما صدر اليوم وما تم تعديله هو ألغت المحكمة وناقشت ما ذكرت لك إياه من أنه لا يمكن للقضاء أن يصدر قرار بحل نقابة مهنية كونه منشأ موجب قانون، إنما يملك حل مجلس النقابة. فمجلس النقابة هو الجهة التي تدير هذه النقابة، مجلس منتخب لمدة معينة مكون من مجموعة من الأعضاء، هذا ممكن أن يحل
لكن ضمن الشروط الواردة في القانون. تمام. في قانون نحن نتكلم عن نقابة المعلمين. إذن حسب قانون نقابة المعلمين. وقانون نقابة المعلمين نظم هذا الموضوع في المادة 27 منه، وأشار أنه لا يمكن حل مجلس النقابة إلا بحالتين فقط. حالة موافقة أعضاء الهيئة المركزية على ذلك بغلبية الثلثين، وحالة صدور قرار قضائي قطعي لمخالفة المجلس لأحكام هذا القانون، أي قانون نقابة المعلمين. والحالتين غير واردتين في موضوعنا، بالتالي حتى قرار حل مجلس النقابة أنا باعتقادي هو قرار غير قانوني وغير صحيح. قبل أن أقيم القرار، نعم، نحن نفرق ما بين الحالتين. حالة نعم حل، فذكرت لك ووضحت لك للسادة المشاهدين الكرام حالة ماذا يعني حل نقابة المعلمين وماذا يعني حل مجلس نقابة المعلمين. جميل. بالتالي حل المجلس هو إجراء يعني وقتي، تبقى النقابة بجسمها بهياكلها بفروعها بهيئاتها، لكن الجهة التي تديرها أعضاء المجلس يتم إجراء انتخابات لانتخاب آخرين، وهو الحال الطبيعي الروتيني كل 3 سنوات. يعني كل 3 سنوات الأصل وفق أحكام قانون النقابة يتم انتخاب مجلس جديد. ولكن أنا يعني لفتني بأنه الحكم بوقف ملاحقتها عن جميع الجرائم المسندة لها كونها من أشخاص القانون العام، ماذا يعني ذلك؟ نعم. الأشخاص المعنوية والاعتبارية نوعين، في أشخاص قانون عام وأشخاص من القانون الخاص. قانون عام يعني غالبا ما إما حتى نفسرها ونعطيها هذا الحكم إما حسب إنشائها أو المكان أو المرفق الذي تقدم فيه الخدمة. إذا كان مرفقا عاما فتكون من أشخاص القانون العام، أو إذا كانت منشأة بموجب أمور عامة مثل أن تنشأ بموجب قانون. بالإضافة أن القضاء هو الذي يسبذ على أي جهة كانت باجتهاداته القضائية وبأحكامه وبقراراته، أن كانت من أشخاص القانون الخاص أو القانون العام. هم الكلام يمكن قانوني بحت، لكن القضاء والقضاء الإداري في اجتهاد سابق تقريبا حتى قبل حوالي 7 أو 8 سنوات كان يعتبر النقابات المهنية جميعا، نقابة المحامين والمعلمين والمهندسين والمهندسين الزراعيين، كلها من أشخاص القانون الخاص، ولذلك حتى يصبغ هذه الصفة لها أحكامها. وثم عاد عن هذا الاجتهاد واعتبر النقابات المهنية من أشخاص القانون العام. يعني أشخاص القانون العام يعني تعني بإدارة مرفق وتقدم خدمة عامة لعدد كبير من الناس، أكثر ما تكون المرفق الخاص أو الشيء الخاص شركة أو نقابة خاصة بشيء معين. هذه من أشخاص القانون الخاص. فالآن الاجتهاد الأخير للقضاء هو اعتبار النقابات المهنية ومنها نقابة المعلمين من أشخاص القانون العام، بالتالي ينطبق عليها أحكام كثيرة منها عدم جواز حلها. إذن اليوم القرار القضائي فيما يتعلق بأنه أبقى على النقابة كنقابة للمعلمين، وفي هذا يعني بعض من يتابع قرأ بأنه ليس استهداف هذا لنقابة المعلمين بحد ذاتها كنقابة للمعلمين، ولكن القرار هو طال مجلس هذه النقابة المجلس الحالي. هنا يأتي التساؤل بأنه ما التبعات القانونية لحل هذا المجلس؟ ماذا يترتب عليه حل هذا المجلس من الناحية القانونية؟ ذات المادة اللي ذكرناها مادة 27 في فقرتها الثانية الفقرة باء ذكرت الإجراء اللي بتسأل عنه حضرتك، اللي هو أنه يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة. وزير التربية والتعليم. طبعا لما نقول وزير هو بداية المادة في التعريفات هو وزير التربية والتعليم المعني في نقابة المعلمين. يشكل وزير التربية والتعليم لجنة من الهيئة العامة للنقابة تدير النقابة لحين إجراء انتخابات، على أن تجرى انتخابات خلال 6 أشهر. ستة أشهر من تاريخ الحل. يعني نعم. من تاريخ قرار اليوم إذا أصبح قطعيا. الآن سنتكلم هل هو قطعي أو غير قطعي. من عندما يصبح القرار قطعيا تشكل لجنة لإدارة النقابة، ومن ضمن مهماتها إجراء انتخابات لانتخاب مجلس نقابة جديد، وعلى أن يتم ذلك كله خلال 6 أشهر. هذا الإجراء القانوني الوارد بالقانون، نجيب بشكل عام ومجرد بعيدا عن جميل. أنا أتحدث لربما بالنقاط القانونية، لأنه لربما من يتابعنا من المعلمين الآن لديه من القلق، هل أنه النقابة خلص؟ لا للأسف النقابة يعني اللي إحنا موجودة. قتلنا من أجل أن تعود من جديد وننهض بها وتضم 140 ألف معلم تقريبا موجودين في مختلف أماكن المملكة، هناك في عندهم قلق، لذلك نحن يعني نتحدث في الأمور المختصة بالقانون المتعلق في هذا القرار. نعم. وبما أنك ذكرت الهيئة العامة للنقابة وهم المعلمين أساتذتنا الكرام، يجب أن نوجه لهم أولا التحية والاحترام والتقدير، ونؤكد لهم أن نقابة
حتى بعد هذا الحكم القضائي هي موجودة وستبقى مستمرة في تقديم كل ما لديها من إمكانيات ومن طاقات ومن خدمات ومن مواقف وطنية. قبل الخدمة وأهم من الخدمة هي المواقف الوطنية والدفاع عن المعلمين وعن قضاياهم وعن مطالبهم وعن حقوقهم ومكتسباتهم، سواء كان من خلال المجلس المنتخب حاليا هو المجلس الرابع، أو من خلال أي مجلس قادم. فالنقابة موجودة وثابتة وباقية، وقد يختلف الأشخاص وقد يبقوا، مع التأكيد هنا يجدر التأكيد على النقطة أن مجلس النقابة الحالي أنا باعتقادي لم يرتكب أي جرم يستحق العقاب، ومنه حل مجلس النقابة. يعني الانتقاد لهذا القرار من جانبين: أولا عدم ارتكابه لجرم حقيقي، اثنين أنه حتى في هذه القضية حل مجلس النقابة هو مخالف للقانون، لأنه يجب أن تكون المخالفة ليست مخالفة جزائية كما هو نص المادة 27 من قانون النقابة، إنما لمخالفة أحكام قانون نقابة المعلمين. ولم يسند لأعضاء مجلس النقابة في القضية التي فصلت هذا اليوم مخالفة قانون النقابة، إنما أسندت لهم تهم جزائية مختلفة خلافا لأحكام قانون العقوبات وليس قانون نقابة المعلمين. أنت ذكرت بأنه تمت إدانتهم بجرمين، نعم، وتبرئتهم من جرمين، نعم، أيضا. نوضح التهم التي أدين مجلس النقابة فيها، وما هي التهم التي تم تبرئته منها، نعم، أيضا؟ التهم التي تم إعلان عدم مسؤوليتهم عنها اللي هو التأثير على حرية الناخب والحظ على بالخطاب والكتابة على التجمهر. والجرمين الذين تم إدانتهم فيها اللي هو التجمهر غير المشروع والحظ على الكراهية في المؤسسات التعليمية. ولي على ذلك قهول، وخصوصا فيما يتعلق على الكراهية. أذكر لك ما هذا، يعني التعليم لا بد من التعليم، نعم، يعني بعيدا عن القضاء وبعيدا عن المحاماة وعن القانون، التعليم جوهر وركيزة أساسية لأي مجتمع، نعم، بعناصره المختلفة: الطالب والمعلم والمدرسة وأولياء الأمور وكل الجهات. هذه عناصر مختلفة تربينا في بلدنا هذا الغالي الحبيب علينا وفي كل العالم، نعم، على احترام قيمة المعلم وتقدير وقدسية حتى المعلم وكل العناصر المرتبطة به، وذكراها طيبة لدينا صغارا في مدارسنا في 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 كل أماكننا. فبالتالي ما تعلمنا على أيدي وتتلمذنا على أيدي هؤلاء الأساتذة الكرام إلا كل خير وبث روح الحب والتسامح والرأفة والرحمة، وتعلمناها على أيديهم. هذا بشكل عام. حتى في قضيتنا ما تم إسناده لهم بعيد كل بعد عن موضوع الكراهية، وبالعكس يعني شخص يطالب بحقه، بينما بالمقابل هناك كثير من روح الكراهية تبث داخل سواء مؤسسات التعليم أو غيرها. هذه الأولى بالمتابعة وبالعقاب وبإيقاع العقوبات عليها، بينما أنه شخص أو مجموعة تطالب بحقها أو تسعى جاهدة بكل الوسائل المتاحة قانونا والجائزة قانونا أن تحقق مكاسب لمنتسبيها، يسندهم هذا التهم. يعني أنا شايفها قاسية، يعني أحيانا قد يدان شخص أو قد يخطئ شخص، لكن أن تدينه بتهمة معينة قد تكون يعني الإساءة له مضاعفة، بأنك تتهمه بشيء هو لم يقترف، ثم أن تتهمه بشيء يعني عزيز أو صعب عليه. فأن ندين أولا أعضاء المجلس على هذه التهمة فيها صعوبة، وأن تكون بثهم للكراهية. يعني الآن مجلس نقابة المعلمين هو الذي يبث الكراهية في المؤسسات، طيب، التعليمية. ما هي الأعمال التي تحض على الكراهية بحسب القانون؟ طبعا هم حسب الواقع القضية، هم موضوع المساءلة كان هو المنشور نسميه أو المقال الذي نشر على صفحة نشر يعني وتم محاسبة أعضاء المجلس عليه، يتعلق باستعادة العلاوة. تعرف تم إقرار علاوة للمعلمين، صح، في نهاية عام 2009 في شهر 10 عام 2019، ثم نتيجة وباء كورونا وتبعاته صدر قرار بإيقاف العلاوة. فمجلس النقابة كأداء لواجبه نظم اجتماعا او صار حدث اجتماع، صار يعني حضروا مجموعه كبيره من المعلمين، تداولوا فيه
كيف ممكن أن يستعيدوا هذه العلاوة ضمن وسائل مختلفة، منها مخاطبة الديوان الملكي، نعم، ومخاطبة رئاسة الوزراء، ومخاطبة كل الجهات ذات العلاقة والمعنية، يعني مخاطبة السلطات الرسمية، وهذا حق دستوري وحق قانوني، ولا يمكن أن يكون محل عقاب أو محل جريمة. هذا هو موضوعنا وموضوع القضية بشكل عام، والتي تم استنباط 4 تهم من خلال هذا تم الاتكاء عليه. نعم، لتوجيه، نعم، التهمة. ولكن ألا تجد بأنه يعني بالنسبة للقضاء بأنه هذا لربما تهمة مشروعة، على اعتبار بأنه إيقاف العلاوة لم يتم فقط بحق المعلمين بل لكل الموظفين في مؤسسات الدولة بسبب الظروف الاستثنائية التي عاشت البلد بسبب يعني هو انفرض جائحة كورونا؟ نعم، يعني هذا اجتهاد وهذا رأي، لكن احنا الآن حتى أنا أخرجك من دائرة البراءة إلى دائرة الاتهام، يجب أن يكون هناك فيه شيء قاطع. دائما القاعدة المعروفة أنه الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين على الشك والتخمين، فلا يجوز أنا أن أؤول أو أن أفسر أو أن أجتهد في تفسير موقف معين أنه مسيء أو كذا إلا إذا ثبت لدي قاطعا. طب لم يتم لا تجمهر ولم يتم أي فعل من الأفعال المنسوبة إليهم أو حتى ما نسب أنه تداول فيها، لم تتم، فالقانون لا يعاقب على النيات، القانون يعاقب على الأفعال. نعم. لو أنا وياك الآن نوينا نفعل ننزل على أسفل المبنى هذا ونعمل مظاهرة، لا نحاسب ولا نعاقب إذا ما ذهبنا وتجمهرنا، إذا كان تجمهر غير مشروع أو خلافه. فبالتالي النقابة نعم في ظروف كانت استثنائية وجدت أنه من غير المناسب أن يتم ما تم، أبدت منها موقف قولي وموقف يعني يحتمل ضمن مبادئ الرأي والرأي الآخر، ولم يتم أي فعل مادي، وحتى الأفعال التي تم التداول وهي لم تخرج عن إطار التداول حتى أقل من مشروع التداول فيما يمكن أن يتم إقامته، كلها أفعال مشروعة، وذكرت لك منها مخاطبة الديوان الملكي ومخاطبة رئاسة الوزراء والجهات المختلفة للحثهم على عدم إلغاء العلاوة، وهذا حق دستوري مثل ما الحكومة لها ترى أنه لها أو عليها واجب أو من مسؤولياتها أن توقف هذه العلاوة، الآخرين ومنهم المعلمين يرون لا، أن يجب أن تبقى العلاوة مستمرة. هذه طيب. وجهات النظر لا يجوز أن تخرجني أو تنقلني لأن أدان وأن أحبس وأن أحل بسبب هذه المواقف التي تدور ضمن إطار الرأي والرأي الآخر. طيب أستاذ فريحات، يعني أنت كمستشار قانون لنقابة المعلمين، هل تعتقد بأن القانون يحمل لربما يعني صبغة سياسية، دعنا نقول، أو مرجعيته هي سياسية وليست قانونية بالدرجة الأولى؟ الآن أتعامل مع الموضوع بموضوع بحرفية ومهنية بالجانب القانوني. الآن التأويلات هذه قد تسأل لي لصحفي أو قد أجيب عليها في غير ما أنا فيه من موقع كمستشار قانوني. أنا أتعامل مع القانون وسوء تطبيق القانون أو الخطأ في تطبيق القانون أو التعدي على القانون، كل ما يعني مهمتي هي التناول هذا الموضوع من الناحية القانونية، سواء إن أصابت المحكمة أؤيد وأثني على ذلك، وإن أخطأت لي الحق في الرجوع للمراجع الأعلى منها قانونا وقضاءا وأعترض على هذا الإجراء. نعم. الآن تأويل تأويل نعم تأويل تأويل نعم. أن هل هذا موضوع سياسي أو غير سياسي؟ هذا يعني أستطيع أن أجيبك على خارج إطار الآن مهمتي كمحامي، أو ممكن يسأل لأي صحفي ولي وجهة نظر واضحة في الموضوع. نعم. يعني أعتقد أنه تجاوزنا موضوع القانون. تجاوزنا موضوع القانون. نعم. لأن البعض يقول بأنه نعم. لأنه لربما هؤلاء يعني مجلس النقابة يحمل صفة أو صبغة معينة أو يتبع لتيار معين هو تم استهدافه بهذه الطريقة. يعني أنا لا أنظر، يعني قد يكون كلامك صحيح لكن أنا لا أتعامل معه. أنا ليس كلامي نعم. هذا. نعم. أنا هذا الكلام هذا الكلام المنتشر. هذا أنت حقك كمحاور كصحفي وكإعلامي أن تسأل، ما طبعاً ما هو متداول ليس شرط على لسانك، لكن هذا طبعاً كلام معروف وليس كلاماً مخفياً. معروف هذا الكلام، لكن نحن نتعامل معه بمهنية واحترافية كمحامين. نعم. أي مجلس نقابة من كل مختلف النقابات المهنية
مشروعه أنه يكون ينتمي لتيار سياسي معين أو لفكر معين أو لمنطقة معينة، وهذا ليس محظورا ولا ممنوعا. ولكن ألا تعتقد ممنوعا هذا بيخرج عن نطاق لكن, لكن, لكن على لا أبدا، لكن كل النقابات عليها على مجالسها التي تتبنى أفكارا سياسية أو تنتمي لتوجهات سياسية معينة أن تخدم منتسبيها وأن تخدم أعضائها العامة بغض النظر عن توجهاتها السياسية. توجهاتها السياسية هذه لها ويعني هي نبراس لها في العمل، وبالعكس دافع لها لمزيد من العمل ومزيد من خدمة الهيئة العامة. لكن كل نقابة بخصوصيتها، مهندسين، محامين، معلمين وخلافه، لها خصوصيتها على مجلس نقابتها أيا كان منبته ومشاربه وميوله السياسية والفكرية والمناطقية، حتى أن يقدم خدماته بكل حيادية ونزاهة لكل أعضاء الهيئة العامة لديه، وأن يكون مهني محترف في هذا العمل ولا يضيره انتماءه الفكري أو السياسي. نعم. لأنه غير محظور ولا ممنوع. أنت قلت بأنه في حال يعني أصبح القرار قطعيا يصبح من تاريخه هذا المجلس يعني محل بشكل قانوني. نعم. هذا يسألني بأنه كيف يصبح القرار قطعيا؟ نعم. عن الإجراءات ما بعد قرار اليوم. نعم. نعم. هذا القرار صدر الآن عن محكمة الاستئناف. هناك طرق للطعن في هذا القرار، منها التقدم لرئيس النيابة العامة بطلب لتمييز هذا القرار. بتعرف المرجع الأعلى من محكمة التمييز، من محكمة الاستئناف، هي محكمة التمييز. فلنا الحق من خلال وسيلة معينة رسمها قانون أصول المحاكمات الجزائية أن نتقدم وأن نطلب تمييز هذا القرار. فإذا ما أعطينا الموافقة والقرار على التمييز سنتقدم أو من خلال النيابة العامة سيتم يعني عرض ملف هذه القضية على محكمة التمييز حتى تدوت فيه. ومحكمة التمييز هي المحكمة الفاصلة والدرجة الأعلى للتقاضي، ونحن ما نأمل أن نمنح هذا الحق، لأنه حق التقاضي وحق يعني أننا حقنا في الدفاع عن أنفسنا هو حق مقدس وحق مشروع. نرى أن هناك مخالفات كثيرة حدثت في هذا القرار الصادر في هذا اليوم، حقنا أن نلجأ للمحكمة الأعلى ولقضاة محكمة التمييز حتى ينصفونا فيما نراه من خطأ وقعت في محكمة الاستئناف. المجلس الحالي الذي يحق له اللجوء. نعم، الموكلين. نعم، الذي صدر بحقه القرار. نعم، سواء كان كمجلس يعني حتى تكون بالصورة والسادة المشاهدين. نعم. من أدين ثلاث جهات: نقابة، نقابة المعلمين، ومجلس النقابة، وأعضاء المجلس بأسمائهم الشخصية. فنعم، الآن ما صدر من قرار وحدث فيه لبس اللي هو عدم ملاحقة نقابة المعلمين. النقابة لأنه كشخص ذكرنا في البداية كشخص معنوي، كشخص هناك شخص معنوي ثم المجلس ثم أعضاء المجلس. أيوة. فهي نعم صدر قرار بعدم ملاحقة الشخص المعنوي نقابة المعلمين، لكن تم إدانة أعضاء المجلس بشخصهم والحكم عليهم بالحبس. فالقرار حتى يصبح قطعيا يجب أن تستنفذ كافة طرق الطعن فيه، وهذا القرار فيه مجال للطعن. فأنا باعتقادي لا يكون قطعيا إلا إذا تم رفض أو لم نمنح الحق بعرضه على محكمة التمييز. فإذا ما عرض على محكمة التمييز لا يكون قطعيا إلا بصدور قرار قطعي ونهائي وبات من محكمة التمييز. التمييز كم يحتاج من الوقت حتى هذا يتم البت في هذا القرار؟ لا يوجد فيه في مدد محددة، يعني قد يكون شهر، أسبوع، شهرين، ثلاث. يعني إحنا القرار اللي صدر في هذا اليوم استأنفناه في 10/1/2021، يعني بتحكي عن سنة وستة أشهر. وهي طبعا من القضايا الطويلة، طويلة جدا من من حيث المدة. يعني هذا حالة طبيعية تعتبر؟ أنا برأيي لا، في قرارات يعني لدي كثير من القضايا خلال شهرين، ثلاثة، أربعة، خمس، ست أشهر حين تقعد لكن تمكث القضية في المحكمة الاستئناف. لكن سنة وما يزيد عن نصف يعني مدة طويلة، وكان هذا القرار يعني المدة غير محددة ولا يمكن التنبؤ بها. في حالة أن تقدمتم طيب بطلب لمحكمة التمييز على هذا القرار، ما هو المتوقع من قراءتك للمجريات ومتابعة القضية من البداية؟ نتوقع ما نتأمله اللي هو أن يصدر القرار بإعلان عدم مسؤولية أعضاء المجلس ابتداء عن كل الجرائم، وأن يلغى قرار الحل، وأن يلغى يفسخ القرار محكمة الصلح كاملة، وأن يعني لأنه أنا باعتقادي لا يوجد أي جرم تم ارتكابه. حتى ما أسند هناك في خلل كثير في الإجراءات، هذا كله سنوضحه من خلال ما سنتقدم به للقضاء. لكن ما أملي فيه أن يتم إلغاء كافة القرارات بالإدانة للنقابة ولمجلسها ولأعضاء المجلس. جيد،
دعنا نتحدث فقط بشيء من التفصيل، فيما يعني في حال أنه صدر قرار محكمة التمييز بإلغاء كافة القرارات وفسخها التي تدين النقابة وأعضاء المجلس وغيرها أيضا، أو في حالة لربما أنه تثبيت القرارات الصادرة عن محكمة الجزاء، ما الذي سيحدث في الحالتين؟ دعنا يعني نتحدث بشيء من التفصيل. نعم، إذا أصدرت محكمة التمييز قرارها بإلغاء، خلاص كأن القضية لم تحرك إطلاقا وتلغى وتطوى وتنتهي صفحتها، ويبقى المجلس الحالي، ويبقى المجلس الحالي وغير مدان، وحتى الآن هم موقوفين عن عملهم، تعرف موظفين غير كثير وموقوفين عن العمل بسبب هذه القضية، يعودوا لممارسة أعمالهم كمعلمين في وزارة التربية والتعليم. يعني الآن هم لا يمارسون لا أعمالهم لا 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 بموجب هذه القضية موقوفين عن العمل، وبالتالي رواتبهم حتى موقوفة أيضا. نعم نعم فهم نالهم الكثير من الصعاب ومن العقاب قبل يعني أن يصبح هذا القرار قطعيا بأي إن كان نتيجته، فبالتالي يلغى كل ذلك. إذا تم رفض الطلب أو تأيد من محكمة التمييز، لا يحل مجلس النقابة، وعندها يتم تشكيل اللجنة اللي ذكرت لك إياها، ويعني يعاقب الأعضاء، وهناك مجال تعرف العقوبة الآن هي 3 أشهر من الممكن أن يتم استبدالها. هذه الاحتمالات الآن كموقف للنقابة لا يوجد. الآن مجلس النقابة يعني في اجتماع يعني يتداول في هذا الموضوع ويصل للنتيجة ما هو الإجراء، لأن الخيارات مختلفة، ما هو الخيار الذي ستبناه وسيمضي به. طب في أسوأ الأحوال ما هو المتوقع؟ في أسوأ الأحوال أن يتم تأييد هذا القرار أو أن يتم رفض قرار تمييزه، وبالتالي يصبح قطعيا. طيب يعني من الممكن أن يتخذ مثلا لربما خطوة استباقية مجلس النقابة ويحل نفسه من أجل لربما أنه يعني هذا الكلام سابق الأوان ويسألوا فيه، يعني أنا خارج إطار الناحية القانونية، يعني لكن لكن لا 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 هذه يعني أنا باعتقادي نعم يعني مش ليست هي الحل أو من النقاط المطروحة، لكن أنا لست معني بالإجابة عنها، لكن ليست من الأمور التي سمعتها أو تمت استشارتي بها. طيب ما المطلوب منهم في حالة أنه والله خلاص تم تثبيت القرار وسيذهبوا لربما لانتخابات جديدة من أجل انتخاب مجلس نقابي جديد؟ حقهم أن يمارسوا حقهم، يعني موضوع إعادة ترشيحهم برضو يعني تحتاج إلى إعادة نظر، لكن ممكن أن يعودوا أن يترشحوا وأن يعيدوا انتخابهم المعلمين. هذا خيار الهيئة العامة. أنت ستستمر معنا في الجزء الثاني أستاذ بسان. إن شاء الله. سنتحدث عن عقوبة الإعدام بين التطبيق والتشريع والتنفيذ أيضا، ولكن في الجزء الثاني من الحلقة. أنتم مشاهدين أيضا ابقوا معنا، فاصل قصير للحلقة بقية.